نشأة اللبس هنا. هي كده ظهر لهم؟ لا انا ما لسه قابلناهمش. تمام. سامعني يا بنات؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. سامعين كويس؟ وعليكم. تمام اوكي. شايفين الصورة؟ لا يا مس. لا يا مس. كله مش شايف الصورة كده؟ مس الشاشة سودة أصلا. طب وكده؟ لا يلمس برضه من بعض. كده زهرة؟ اه يلمس. تمام ماشي يا بنات. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم كده ونبدأ مع بعض. في ناس تقول ان انا اشرح درس اليابس بالماء. ممكن اللي جنبه دوشه بس يقفل كده الصوت. في حد مش سامعني؟ صوتي واضح للكل؟ يا بنات كلكم سامعين؟ اه يا ميس سامعين حضرتك. تمام. يعني مس ممكن بس تعلي الصوت شوية؟ حاضر. طيب النهاردة هشرح قلنا درس اليابس والماء نشأته. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس ده يا بنات عايزة أعرف إزاي الكرة الأرضية بشكلها الحالي اتكون كده، إزاي جه الشكل ده. وقبل ما نعرف كده أنا عايزة أعرف اليابس والماء، لأن عنوان الدرس بتاعي اسمه نشأة اليابس والماء. قال لي اليابس ده هو الأجزاء المرتفعة عن سطح البحر التي لم تغمرها المياه، يعني أي مكان ما فيهوش مياه يعتبر يابس. طيب ده بيشمل إيه؟ ده بيشمل القارات. القارات بقى في أشكالها المتنوعة سواء جبال، سهول، أودية، أيا كان. طيب هو اليابس بالنسبة لنا إحنا إيه أهميته؟ طبعا أهميته إن هو ده اللي إحنا بنعيش عليه، ميدان الرئيسي لنشاط الإنسان، كمان ده مصدر للمنتجات الزراعية والحيوانية والمعدنية. إحنا بناخد المنتجات الزراعية من الأراضي الزراعية، الحيوانية الحيوانات الموجودة على اليابس، المعدنية اللي بتبقى موجودة في باطن الأرض. ده بالنسبة لليابس. إنما الماء طبعا ربنا سبحانه وتعالى نتكلم عن الماء، تعريف الماء. في جانا محمد ويمنى داخلين وحضرتك ما قلتهمش. كله مقبول عندي، محدش مش موجود. نكمل. الماء بقى ربنا سبحانه وتعالى انا عنده في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني الماء سر الحياة، ما نقدرش نعيش من غيره. طبعا بيحتوي على ثروات كتير زي الأسماك، اللؤلؤ، الأصداف، حاجات كتير، وده بيشمل في المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار. طيب ده بالنسبة لتعريف اليابس والماء. طب أنا عايز أعرف شكل القارات والمحيطات والبحار دول جه إزاي، والشكل اللي إحنا فيه ده جه منين. علماء كتير جدا طلعوا وقالوا نظريات كتير، لكن أشهر النظريات دي نظرية العالم الألماني فيجنر، اللي هي كان اسمها نظرية زحزحة القارات. طيب فيجنر قال لنا ايه؟ فيجنر شايف ان اليابس والماء دول مروا بثلاث مراحل عشان يوصلوا للشكل الحالي. كده صوتي واضح للكل؟
أيوة يا ميس. أيوة يا ميس. مروا بثلاث مراحل عشان يوصلوا للشكل الحالي. أول مرحلة دي اللي دي كانت عبارة عن إن اليابس كله كان كتلة واحدة، والكتلة دي كان اسمها بنجاية، تمام؟ أو بنجاية، وكانت المية بتحوطها من كل الاتجاهات. دي أول مرحلة. قال لي بعد كده تاني مرحلة انقسمت بنجاية دي لكتلتين، كتلة في الشمال كان اسمها لوراسيا، وكتلة في الجنوب كان اسمها جندوانا، واللي بيفصل بينهم بحر اسمه تيثيس. دي المرحلة التانية. نيجي بقى بعد كده قال لي ده في مرحلة تالتة حصلت كمان، ان كل كتلة من الكتلتين دول انقسمت لكتل وابتعدوا عن بعض لحد ما تكونت القارات بالشكل ده. طيب في سؤال، هو اشمعنا احنا خدنا اساسا بنظرية العالم فيجنر؟ ليه ما خدناش اي نظرية تانية؟ لو هنبص على الصورة اللي انا هعرضها دلوقتي، ثواني نسوى حضرتك بتجيب الصورة؟ ثواني. لو هنبص على الصورة دي شايفين دي قارة، دي قارة أفريقيا ودي قارة أمريكا الجنوبية. شايفين؟ تحسوا إن هما الاتنين مكملين بعض، كأنهم جزء اتقسموا عن بعض وهم بشكلهم ده مكملين بعض. فعشان كده إحنا خدنا بنظرية العالم الألماني فيجنر. ميس طب هو ممكن هو حضرتك ليه الصوت بيروح ويرجع؟ ثواني يا بنات ثواني. قبلها في واحدة تانية. تمام خلاص ماشي اوكي. يبقى وصلنا كده لحد فين؟ هاي بنات، لما الكتلة اتخضعت وبقت في قارة افريقيا وقارة امريكا الشمالية. مش نعم. لا شايفين؟ لا يا بنات، انا قلت ان مش قارتين دول بس، لا هي القارات لما تصدعت الكره الارضيه، بصوا، او تصدعت الكتلتين دي اهي، اول ايه كتله خالص دي اول مرحله، بعديها دي المرحله التانية. شايفين؟ هبقى في كتلة فوق في الشمال وكتلة تحت وبينهم بحر تيثيس. وده هو بقى الشكل النهائي، اهي القارات تصدعت. انما انا بقول ايه؟ ده الشكل النهائي، ده اللي هو الشكل حاليا. ايوه اللي انا عاملاه لكم دلوقتي. انما انا بتكلم احنا ليه خدنا بنظريه العالم ده؟ اشمعنا العالم ده بس اللي خدنا بنظريته؟ ليه ما اعتقدناش في نظريات اي حد تاني؟ لو هنبص على قاره افريقيا اهي اللي انا بشاور عليها دلوقتي، قاره امريكا الجنوبيه، هنلاقي ان الاثنين بيكملوا بعض اهو بالشكل ده. دي قاره افريقيا ودي قاره امريكا الجنوبيه. طيب لما يجي يقول لنا بقى بما تفسر تكوين القارات بشكلها الحالي حسب نظرية فيجنر، هنقول له ايه؟ حد يقدر يجاوب لي؟ لأنها تخطط عدة مراحل. تمام. في التصدع، المرحلة الأولى كانت كتلة واحدة، والمرحلة الثانية وتسمى بنجاية. تمام. والمرحلة الثانية انقسمت إلى كتلتين، لوراسيا في الشمال وجندوانا في الجنوب. تمام. ويفصل بينهم بحر تيثيس. والمرحلة الأخيرة تصدعت هاتين الكتلتين
وانقسم إلى القارات. برافو عليك، برافو عليك. طيب يبقى احنا كده خلاص عرفنا احنا خدنا ليه بنظرية العالم الألماني. شايفين ان اهو الساحل، هقعدها تاني الحتة دي، الساحل الغربي لقارة أفريقيا والساحل الشرقي لقارة الجنوبية. نعم نعم يا حبيبتي، هنلاقي ان الاثنين قلنا بيكملوا بعض. طيب لو هنتكلم بقى، نعم في حاجة مش واضحة، في حاجة مش واضحة. لا مش كله واضح. تمام. طب لو عايزة اتكلم بقى عن خريطة العالم اللي قدامي دلوقتي، احنا عندنا كم محيط، كم قارة، ايه مساحة اليابس، ايه مساحة الماء. حصة يا ميس، هو الحصة قطعت ورجعت. ده مشكلة عندكم. الو يا بنات ميسا، واحنا عندنا نحفظ المساحة بتاعتها. هي مش النت عندها قطع. تمام ميسا، عرفت انا ما سمعتهاش، الحصه راحت ورجعت تاني. ايه ما سمعتوش؟ عيدوا. ممكن حضرتك تعيديها؟ هي ايه الجزء بالظبط، الجزء اللي انت ما سمعتوش؟ ميسا واحنا علينا نحفظ القارات بالمساحه بتاعتها. لا بس تعرفي مين اكبر ومين اصغر. ماشي. طيب هعيد سريعا عشان زميلتكم اللي بتقول فيه جزء وقع منها. احنا بنتكلم هنا ازاي شكل الكره الارضيه دي اتكون كده. علماء كتير طلعوا نظريات كتيره جدا، لكن اشهر النظريات دي او النظريه اللي العالم بيمشي بيها حاليا هي نظريه العالم الالماني فيجنر. قال ايه فيجنر ده؟ قال النظريه بتاعته كان اسمها نظريه زحزحه القارات، ان اليابس والماء عشان يتكون بالشكل ده مر بثلاث مراحل. اول مرحله ان العالم كله كان عباره عن كتله واحده اسمها بنجايه، بعد كده وكان بيحيط بها المياه من كل الاتجاه، وبعد كده انقسمت بنجاية دي لكتلتين، ودي المرحلة الثانية. الكتلة اللي في الشمال كان اسمها لوراسيا، الكتلة اللي في الجنوب كان اسمها جندوانا، وبينهم كان بحر تسس. بعد كده حصل المرحلة الثالثة، ان كل كتلة من الكتلتين انقسمت لعدة كتل وابتعدوا عن بعض لحد ما بقى عندنا الشكل الحالي ده. ولو جالنا سؤال بما تفسر تكوين القارات بشكلها الحالي حسب نظرية فيجنر، هنقول له الثلاث مراحل اللي أنا لسه قايلاهم، هي المرحلة الأولى بنجاية، والمرحلة الثانية لوراسيا وجندوانا، والمرحلة الثالثة القارات بالشكل الحالي. اشمعنى العالم الألماني ده؟ ليه مش نظرية حد تاني؟ ليه؟ الدليل عندنا لو بصينا اهو على خريطة العالم، اهي مش باينة قدامكم الخريطة، هنلاقي لأن القارات يبدو شكلها بأنها تكمل بعضها. ايوه بصوا كده على قارة افريقيا بالتحديد الجانب الشرقي منها، وبصوا على قارة امريكا الجنوبية كأنهم مكملين بعض. لو حطيناهم جنب بعض كده هتحسوا ان هما مكملين بعض. تمام كده. هتكلم بقى عن خريطة العالم اللي قدامي دي، هنشوف احنا عندنا كام قارة وكام محيط. بس قبل ما نعرف كام قارة وكام محيط، انا عايز اعرف مساحة اليابس عندي كام في المية، ومساحة الماء عندي كام في المية، ودي ارقام مهمة. مساحة الماء 70، مساحة اليابس 30 و 3 في المية من 10، 70 و 7 من 10. انتوا كده قلتوا ارقام كتير. مساحة الماء 70 و 7 من 10 في المية، ومساحة اليابس 29 و 3 من 10 في المية. طيب نتكلم الأول عن اليابس. طبعا اليابس بيمثل عندي إيه؟ مش الصوت ده، القارات. القارات أنا عندي سبع قارات، هقولهم بالترتيب دلوقتي من الكبير للصغير. نعم أنتوا سامعين؟ نعم سامعين. ميسي إحنا سامعين بس الصوت بيقطع من عندها هي. ما انا عايزه اقول كده يعني كله شغال تمام دلوقتي وفاهمين.
تمام تمام طيب هقول دلوقتي القارات بالترتيب، حد يقدر يقول معايا اكبر قاره؟ اسيا. اسيا بعديها افريقيا. افريقيا افريقيا برافو. اسيا افريقيا بعد كده امريكا الشماليه برافو. امريكا الشماليه امريكا الجنوبيه بعد كده امريكا الجنوبيه برافو عليكي. القاره القطبيه الجنوبيه واوروبا واستراليا برافو عليكي. هقولهم تاني بالترتيب عشان الناس اللي ما سمعتش كويس، اكبر قاره اسيا، تليها افريقيا، بعد كده امريكا الشماليه، امريكا الجنوبيه، القاره القطبيه الجنوبيه، اوروبا، استراليا. ده كده ترتيب القارات من الاكبر ميس. نعم نعم ميس. ايوه ايوه معاكي. نعم هو مثل لو جانا في الامتحان اكمل القارة التي تقع في الجنوب نكتب له القارة القطبية الجنوبية ولا لازم نكتب انتاركتيكا دي؟ انتاركتيكا الاثنين صح. الاثنين صح ولا الاثنين صح؟ الاثنين صح. هكمل بقى. طيب مثلا مسامحة حضرتك عشان صوت بيقطع يا حبيبتي. الاثنين صح. نسى على فكرة هو الحصة ليه كل شوية بتقطع وترجع تاني؟ أنا عندي النت شغال كويس جدا. مش من عندي أنا، ده من عندكم أنتوا. هكمل. طيب بالنسبة بقى احنا قلنا مساحة الماء اللي هي 70.7، طبعا هي أكبر بكتير من مساحة اليابس. طيب هقول احنا عندنا كام محيط؟ احنا عندنا 5 محيطات. مش حضرتك بتقولي حاجة؟ مش سامعين حاجة. أكبر محيط هو إيه؟ ها ها يا بنات. المحيط الهادي. تمام برافو عليكي. المحيط الهادي. يا مش الصوت بيقطع ولا مسمع ولا كلمة. يا حبيبتي دي مشكلة عندك في النت، تظبطي النت عندك. أنا مفيش أي مشكلة. إذا الصوت بيقطع من عندك أنت. أما شغال تمام. أنا شغال تمام برضه. وأنا كمان. نكمل. المحيط الهادي ده اكبر المحيطات بقى، يلي محيط ايه اللي بعدين؟ محيط الاطلنطي. الاطلنطي برافو. محيط الاطلنطي بعد كده المحيط الهندي وبعد كده المحيط الجنوبي. المحيط الشمالي برافو عليكي. الجنوبي هقولهم بقى انا برضو بالترتيب عشان اللي ما سمعش كويس. اكبر المحيطات هو المحيط الهادي، يلي المحيط الهندي، بعديه المحيط أنا كده بكسر. المحيط الهادي، بعد كده المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، المحيط المتجمد الجنوبي، المحيط المتجمد الشمالي. ده ترتيب المحيطات من الأكبر للأصغر. طيب تعالوا نبص. هو المحيط 8.14 مليون. نعم كيلومتر. مكتوب هو المحيط 14 مليون كيلومتر مربع، والمحيط الجنوبي 7 مليون بس. يعني المفروض المحيط الشمالي أكبر. بصي 12 مليون ده مساحة القارة يا حبيبتي. مساحة ما فيش صور. لا مش المحيط الشمالي مكتوب تحت 14 مليون كيلومتر مربع. انا مش شايفة. ثواني. طيب ثواني. طب ممكن انا سمع حد مشغل قران بعد اذنكم بس الصوت. سمعيني يا بنات ولا النت فصل؟ ايوه يا مس. ايوه يا مس. هي الغلطة من تحت، المفروض يكون المحيط المتجمد الجنوبي 19.5 مليون كيلومتر. تمام
ثواني بس. حاسة بتقطع عندي وبترجع عندي أنا بس؟ نعم. ولا بتقطع عندك كلكم؟ معلش. لا بتقطع عندك انت بس يا هدى. لو سمحتوا يا بنات تقفلوا الصوت وقت بس ما تكونوا هتقولوا حاجة تفتحوه تاني. هكمل؟ هكمل على ما ايه اشوف. اتفضلي يا ميس. اتفضلي يا ميس. هكمل وايه وارجع تاني لنقطة مين اكبر. تمام؟ تمام. انا وقفت عند ايه؟ المحيطات. هو فعلا المحيط المتجمد الشمالي هو الاكبر. سوري انا اللي كده اتلخبطت. اقول تاني الترتيب: الهادي، اطلنطي، الهندي، الشمالي، الجنوب. مش مكتوب مكتوب عندي في الكتاب ان هو 19 المحيط الجنوبي 19 كيلومتر 19 مليون كيلومتر ونص. الجنوبي والشمالي 14 14 مليون. يعني كده المحيط الجنوبي هو اللي اكبر، بس هو مكتوب عندنا انه 7 مليون بس. مش المفروض المحيط الهادي هو الاكبر؟ نعم. أنا نسيت المحيط الهادي وبعدين المحيط الأطلنطي بعدين الهندي وبعدين المحيط الشمالي وبعدين المحيط الجنوبي. طيب مثلا سماحة، توزيع اليابس والماء هل هو توزيع متساوي على الكرة الأرضية؟ يعني نفس اليابس. صوت حضرتك بيقطع. من عندك يا حبيبتي، من عندك مش من عندي انا، كله سامعني. في حد مش سامعني يا بنات؟ لا يا ميس. تمام سامعينك. اظبطي النت عندك يا حبيبتي. عايزين نشوف هل، بصوا الخريطه اللي قدامكم دي، هل نفس الكميه بتاعه اليابس اللي موجوده مثلا في نصف الكره الشمالي هي نفس الكميه اللي موجوده في النصف الجنوبي؟ لا يا ميس. يبقى لا يا ميس. يبقى هنا كده انا عندي توزيع غير متساوي. لو قسمنا، لو جبنا الكره الارضيه وقسمناها هو بخط الاستواء، لان خط الاستواء بيقسمها النصف الشمالي ونصف جنوبي، هنلاقي ان معظم اليابس يتركز في نصف الكره الشمالي. طب امال ايه اللي بيتركز في نصف الكره الجنوبي؟ المياه. الماء. يبقى الماء بيتركز في نصف الكره الجنوبي. طيب لو قسمناها الكره الارضيه بخط جرينتش اللي هو بيقسمها لنصف، لخط لنصف شرقي ونصف غربي، هنلاقي ان النصف الشرقي بيتركز في اليابس ويقل اليابس في النصف الغربي. الغربي. برافو عليك. يبقى انا كده عندي اليابس بيتركز فين؟ في النصف الشمالي والنصف الشرقي. طب يا ميس فريدي جاب لي اختر وقال لي الشرقي والشمالي والجنوبي والغربي، يبقى هقول له ايه؟ مش فاهمه سؤالك. يعني هقول لي يتركز اليابس في نصف. لا مش هيجيب لك الشرقي والشمالي والجنوبي. يعني انا جهه. لا هو بيزيد اكتر في اهو في الشمالي، بس ما هو مش هيجيب لك كده. تمام شكرا يا ميس. طيب لو بصينا لدوائر العرض الرئيسية، حد فاكر ايه هي دوائر العرض الرئيسية؟ خدناها قبل كده. دائرة الاستواء، الاستواء والجدي والسرطان، نقطة القطب الجنوبي، نقطة القطب الشمالي. واحد، دائرة الاستوائية دي أكبر دوائر العرض، دائرة العرض الرئيسية، وبعديها مدار السرطان ومدار الجدي، وعندي الدائرة القطبية الشمالية والدائرة القطبية الجنوبية ونقطتي القطبين الشمالي والجنوبي. طيب أنا هتكلم دلوقتي عن ثلاث دوائر عرض رئيسية أهمهم، اللي هي مدار السرطان ومدار الجدي والدائرة الاستوائية. لو بصينا للخريطة هنلاقي إن الدائرة الاستوائية بتمر بقارة آسيا، أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
آسيا، أفريقيا، أمريكا الجنوبية، وإن مدار السرطان بيمر بأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية، وإن مدار الجدي بيمر في أستراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. طب ميس قارة أفريقيا دي بيمر عليها كله. برافو عليكي. يبقى لو جالنا أكمل القارة التي يمر بها ثلاث دوائر عرض رئيسية هي قارة إيه؟ أفريقيا. برافو عليكي. طيب هل توزيع اليابس والماء ده اللي احنا شايفينه اللي هو غير متساوي هل ليه نتيجة؟ ايه هي بقى نتيجته؟ قال لي ادى لاختلاف التضاريس والاقاليم المناخية، وبالتالي يعني الاختلافات دي مش ادت انه يكون في كل بلد مناخ غير التاني. ايوه برافو عليك. وبالتالي بدام المناخ مختلف يبقى ايه عندي؟ تنوع في النبات، تنوع في الحيوان، تنوع في توزيع السكان ونشاط السكان. تمام تمام يا ميس. تمام تمام. انواع المياه ولا عيد اعيد اي حاجه تاني؟ ميس ممكن حضرتك تقول النتيجه تاني؟ هقول ما النتائج المترتبه على التوزيع الحالي لليابس والماء. ادى لاختلاف التضاريس والاقاليم المناخيه، وبالتالي تنوع النبات والحيوان وتوزيع السكان والنشاط السكاني. تمام. اتكلم بقى عن انواع المياه. كنا كده اختلفنا على فكره. الصوره اللي انا جايبها دي تقريبا يعني صوره فيها خطا. ميس حضرتك تجيبي الشريحه الثانيه. انا في نفس الموضوع هتكلم عن انواع المياه، هتكلم برضو على نفس ايه الخريطه دي، مش هغير. تمام تمام. كمل. طب في خطا تانيه مش غير الخريطه اللي في الكتاب. هنلاقي ان المحيط المتجمد الجنوبي اكبر من المحيط المتجمد الشمالي. انتوا لخبطتوني معاكم. وهنعيد تاني. اكبر المحيطات هادي. ها بعد الهادي ايه؟ الاطلنطي. اطلنطي. الهندي. بعد كده الهندي. بعد كده المحيط الجنوبي والمحيط الشمالي. تمام. هي الخريطة اللي أنا حطها دي فيها خطأ أو قديمة. مش ممكن حضرتك تقوليهم؟ ممكن حضرتك تقوليهم؟ هقولهم تاني. المحيط الهادي ده أكبر المحيطات، بعديه الأطلنطي، بعديه الهندي، بعديه المحيط المتجمد الشمالي. الجنوبي. المحيط المتجمد الجنوبي، وبعد كده المحيط المتجمد الشمالي. المشكلة كده عند حد؟ شكرا. طيب نقول بقى أنواع المياه. احنا كده خلصنا كلام عن اليابس، تعالوا نتكلم بقى عن أنواع المياه. أنا عندي أنواع المياه إما مياه ملحة وإما مياه عذبة، ما عنديش نوع تاني. طيب لو هتكلم عن المياه المالحة، بتتمثل في المحيطات، البحار، البحيرات المالحة، المياه الجوفية. أنا عندي برضو مياه جوفية ملحة. طيب لو هتكلم عن المياه العذبة، أنا عندي الأنهار، البحيرات العذبة، المياه الجوفية العذبة اللي هي المتمثلة في الآبار والعيون. طيب أتكلم الأول عن المحيطات. ميسي المياه المالحة الجوفية دي فين؟ بتبقى في بطن الأرض. يعني في منها في منطقة إيه يعني؟ في محافظة ايه او كده يعني؟ لا هو انت مش عليك هي في محافظة ايه، بس هي هتبقى اكيد في مكان زي الواحات او المكان القريب كمان من البحار. صحاري بتبقى قريبة من البحار. طيب تعالوا نعرف يعني ايه كلمة محيطات. المحيطات تعرفها هي مساحة واسعة من المياه المالحة ذات اعماق كبيرة. مساحة واسعة من المياه المالحة ذات أعماق كبيرة، ده بالنسبة للمحيطات. طب لو عايز أعرف البحار، اللي هي برضو مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط. البحار هي إيه؟ مساحة من الماء المالح أصغر من المحيط. وعندي ثلاث أنواع للبحار. عندي بحار خارجية، بحار داخلية، بحار مغلقة.
البحار الخارجية. بصوا يا بنات كلهم هيتفقوا في أول كلمتين، مساحة من الماء المالح. يبقى البحار الخارجية مساحة من الماء المالح، بتتصل بالمحيط بفتحة واسعة. زي إيه؟ زي بحر السين. تاني، البحار الخارجية هي مساحة من الماء المالح تتصل بالمحيط بفتحة واسعة زي بحر السين. لما اتكلم عن البحار الداخلية هي برضو مساحة من الماء، قلنا كلهم هيتفقوا في الكلمتين دول، مساحة من الماء المالح ولكن تتصل بالمحيط بفتحة ضيقة، ودي بتسمى المضايق. زي البحر الأحمر. عندي الأحمر. برافو عليك. عندي برضو ثالث نوع من البحار اللي هو البحار المغلقة، وده مساحة من الماء المالح بيحيط بها اليابس ولا تتصل بأي مسطح مائي. بحر مقفول كده مغلق، زي بحر قزوين، وده أكبر بحر مغلق في العالم، وده موجود في قارة آسيا. يا بنات في مشكلة كده في البحار والمحيطات؟ لا يا مس كده تاني. أعيد ترتيب المحيطات تاني عشان الناس اللي بتتلخبط أو الصورة دي لخبطتنا، حتى مش عارفة ألغيها أساس. ممكن إحنا نقولهم؟ قوليهم. المحيط الهادي، محيط الأطلنطي. تمام. لا محيط أطلنطي بقى، المحيط الهادي، ومحيط الهندي، المحيط الجنوبي، وبعدين المحيط المتجمد الجنوبي، وبعدين المحيط المتجمد الشمالي. برافو عليكي. طيب أكمل. طيب بالنسبة بقى للمياه العذبة، أنا كده اتكلمت عن المياه المالحة، تعالوا نعرف بالنسبة للمياه العذبة هي إيه؟ تعرفها. هي مجاري مائية عذبة تكونت نتيجة سقوط الأمطار. هي مجاري مائية عذبة تكونت نتيجة سقوط الأمطار، زي نهر النيل في مصر والسودان، وعندي برضو نهري دجلة والفرات في العراق. ده بالنسبة لتعريف المياه العذبة. شو نهري دلتا وإيه؟ نهري دجلة، دجلة والفرات في العراق، نهر النيل في مصر والسودان، ونهر نهري دجلة والفرات في العراق. طيب بالنسبة للبحيرات العذبة نشوف بقى تعريفها، اللي هي مساحة صغيرة من الماء العذب بيحيط بها اليابس زي البحيرات العظمى بأمريكا الشمالية. وبالنسبة للمياه الجوفية اللي هي متمثلة في الآبار والعيون. في مشكلة كده في درس النهاردة؟ لا يا مس مفيش أي حاجة. فهمتوا؟ مس طب ممكن نحل أسئلة؟ مس فهمتوا جدا. نعم؟ مس ممكن نحل أسئلة لما تبقى وقت؟ اه تمام يلا نحل. افتحوا لي على فاضل قد إيه؟ يا مس فاضل مش عارفة والله، بس فاضل حاجة بسيطة يعني نلحق نحل كم سؤال. هتقولي صفحة 16 في التدريبات. أنا مش هحل أنشطة، لا ده نشاط. خلونا في صفحة 18. ثانية واحدة يا ميس. ميس هو الكتاب الخارجي التدريبات عن المدرسة دي برضه عشان ما عيش قدام المدرسة؟ لا أنا في كتاب المدرسة. آه هي متهيألي أعتقد كتاب المدرسة يا ميس؟ اه كتاب المدرسة 18 في التدريبات اللي هو خريطتين. لا ولا الأسئلة اللي هي أكمل الجدول. أكمل. اه ماشي خلاص يا بنات كله فتح الكتاب. أنا كتاب يا ميس كتاب المدرسة صفحة 18. طب معلش ثانية واحدة فاضل دقيقتين. طب حضرتك هتجيبي الصفحة ولا حضرتك هتورينا الصفحة قدامنا ولا احنا نحل؟ لا حلو معايا مش هجيبها. مش اقول نقول الاسئلة. نفتح صفحة كام؟ 18 كتاب مدرسي، او لو كتاب خارجي هتبقى 93. يا
يلا بيقول لنا السؤال الأول، أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة مما بين القوسين. استني واحدة، صفحة كام؟ 18 في الكتاب المدرسي. طب ماشي، ممكن سنة؟ أنا لو فصل هبدأ تاني. ماشي، مش بس سؤال، هو في صفحة 18 في كتاب المدرسة سؤال جيم اللي هو السؤال الثالث بمتفسر، لا سوري السؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة جيم، بيقول لي معظم الماء يقع في نصف الكرة، الشرق الغرب الشمال الجنوبي، هو أنا هنا اختر إيه؟ الماء بيقع في نصف الكرة الجنوبي أكتر.